الملتقى الدولي للسياحة العربية والعمرة فرصة للزبائن للبحث عن أسعار تنافسية ومعقولة مقابل خدمات جيدة. المتابعة في هذا التقرير لجمال الدنبوشة. مع اقتراب موسم العمرة للعام 1440 هجرية، تتسارع خطى أصحاب الوكالات السياحية إلى جذب أكبر عدد من الزبائن، عروض مغرية وأخرى ملفتة للانتباه، ما يطرح التساؤل حول حقيقة الأسعار المقدمة للمعتمرين الجزائريين. استغلينا فرصة الملتقى الدولي للسياحة العربية والعمرة لتقصي الأسعار الحقيقية من المدراء التنفيذيين بالمملكة العربية أنفسهم. والحمد لله جايبين عروض ممتازة للشركات لكل الوكلاء الجزائريين هنا، وإن شاء الله بنتمنى أن العروض دي تنال رضاهم، وإن احنا بنساعد إن احنا بنقلل التكلفة لمحدود الدخل، وإن احنا بنشجع العمرة الاقتصادية إن شاء الله. الأسعار تختلف الفنادق، في فنادق 100 متر على الحرم 3 نجوم، في فنادق مثلا 3 نجوم 500 متر، كل فندق له سعره، ولكن احنا الاقل، احنا ارقام يعني اسعار تتراوح 150 ريال سعودي تقريبا، 120 ريال في الرقم هذا. المدير العام لديوان الحج والعمره اعتبر ان السوق تخضع لقانون العرض والطلب، فيما اشار مهتمون الى انخفاض قيمه الدينار مقارنه بالريال السعودي. نقول ان الاسعار عاده يتحكم فيها العرض والطلب، السعر الذي لا يناسبك بإمكانك مباشرة أن تنتقل وتحول وجهتك إلى شركة أخرى وتجد السعر المناسب. ربما هم بالنسبة للريال تاعهم بالنسبة للدينار تاعنا منخفض، ما يقيس بالقياس هذا بعد، ويقول لك مثلا هنا سكنك مثلا ب 120 ريال للغرفة الليلة وحدة، 120 تضربها في خمسة راهي 600 ألف. يعتقد البعض أن ما يجدونه خلف واجهات المعارض والصالونات الخاصة بالعمرة لا يعكس الواقع تماما، غير ذلك تسعى الوكالات السياحية إلى الحفاظ على مكانتها من خلال إلقاء العبء الأكبر على قوانين السوق الخاصة.